عماد ثورة تشرين خلال مسيرتهم الطلابية في ساعة التحرير إلى هجمة وحشية غير مبررة أصيب على أثرها العشرات من الطالبات والطلبة بالآلات الحادة والعصي من قبل أصحاب القبعات الزرقاء، وعلى أثر ذلك حدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مهام عملهم في ساحات الاحتجاج، وهذا بمثابة اعتراف ضمني على سلوك الغير منضبط الذي مارسته هذه المجاميع بحق أبنائنا وبناتنا من الطلبة. أيها العراقيون الأحرار، قد بلغ السيل الزبع وبانت النوايا وكشفت جميع الأوراق، وكأن القوم اتفق جميعا على قمعنا، وكل ذلك لأننا قلنا نريد وطن. حفلة الدماء التي اشترك فيها جميع الأطراف السياسية لابد أن تنتهي.